نبتدي معاكم اول اخبارنا باخبار منتخبنا المصري واتحاد الكره، وقرر اتحاد الكره برئاسه جمال علام صرف مكافئات الاجاده للاعبي منتخب مصر بقياده كارلس كيروش والخاصه ببطوله امم افريقيا الاخيره ده في شهر مارس المقبل ان شاء الله، تحديدا في المعسكر اللي بيسبق مباراتي الفراعنه امام السنغال يومي 25 و29 من نفس الشهر في المرحله الاخيره بتصفيات كاس العالم. بياتي قرار اتحاد الكره لتحفيز اللعيبه قبل مواجهة السنغال بالقاهرة لتحقيق الفوز وتسهيل المهمة في مباراة الإياب لانتزاع بطاقة التأهل لكأس العالم 2022. استقر كمان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على أن هم يسافروا يوم 26 مارس للسنغال لمواجهة منتخبها، ده هيكون يوم 29 من نفس الشهر في إياب المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر. تقرر سفر منتخب مصر للسنغال على متن طائرة خاصة بعد 24 ساعة من مباراة الذهاب واللي هتقام باستاد القاهرة وهتكون يوم 25 مارس مباراة الحسم بإذن الله، المباراة المهمة لكل الجماهير المصرية بتنتظرها بشغف بحب بإصرار بتشجيع، الكل مترقب الكل متواجد علشان يشجع لعيبته الرجالة اللي كانوا على قدر المسؤولية في كأس الأمم الإفريقية وبإذن الله كمان هيكونوا على قدر المسؤولية في تصفيات كأس العالم. كل لاعب منهم يعني خلاص عايز يودع الحلم اللي راح ويبتدي يستعد للحلم القادم بروح جديدة بطاقة إيجابية باستعداد، وكل الأمور اللي بنتابعها مع حضراتكم خلال الأيام اللي فاتت بتأكد كمان على حرص اتحاد الكرة أن يكون في عدد كبير جدا من المشجعين متواجدين، يعني احنا بنتكلم إن شاء الله أن من الوارد أو من المتوقع يكونوا حوالي 60,000 مشجع مصري متواجدين في استاد القاهرة. إصرار كمان المسؤولين على أن المباراة ما تكونش في استاد برج العرب، تكون في استاد الرعب استاد القاهرة، الاستاد اللي كل التاريخ بيشهد للكرة المصرية عليه، وطبعا كل التاريخ إن شاء الله يسطر أداء منتخبنا المصري ولاعيبته الرجالة في المباراة المرتقبة في تصفيات كأس العالم أمام منتخب السنغال بإذن الله. أعتقد يا غانم مباراة مهمة وكل المصريين كده نفسهم مفتوحة للمباراة دي على الأخص. طبعا إن شاء الله، يعني احنا زي ما قلت لك عندنا طار بايت خلاص مع السنغال، عندنا حلم، وخصوصا الجيل ده يعني الجيل المصري او جيل التسعينات يا فرح ما شافش منتخب مصر غير في بطولة طبعا 90، بعد كده منتخب مصر ما ظهرش خالص، فمعظم اللي موجودين حاليا داقوا خلاص حلاوة ان احنا نشوف منتخبنا المصري في 2018، رغم ان كانت النتائج سلبية، بس الاحساس ان احنا متواجدين في اكبر محفل دولي واكبر بطولة دولية على الاطلاق في المنتخبات وموجود فيها كل نجوم العالم، فاحنا مش قليلين، لازم نشوف علم بلدنا مرفوع، لازم نشوف تيشرت منتخبنا مرفوع، بقى عندنا كمان تفكير في الشغف بتاع النتائج، سقف الطموحات عالي قوي كمان بالظبط. البطوله كمان مقامه في بلد عربي، الهدف من هنا ان في جاليه مصريه كبيره جدا، فانت ممكن تلاقي ماتشات مصر متروسه جماهير على الاخر بتشجع من كل قلبها، فكان الماتشات على ارضنا فهيبدا يكون عندنا كمان طموحات ان احنا نوصل لابعد نقطه. بطوله كاس الامم الافريقيه كمان ادتنا روح ان منتخبنا فعلا في البطولات المجمعه عارفين ناخدها واحده واحده، فليه لا ما نشوفش منتخبنا المصري بيكسر كل الارقام القياسيه الخاصه بالمنتخبات الافريقيه. كل ده او كل الاحلام اللي احنا قلناها واللي انت قلت عليها يا رب دي متوقفه على ال 180 دقيقه دول، 90 دقيقه هنا في القاهره لازم نعمل نتيجه ايجابيه، نروح بعد كده السنغال نعمل نتيجه ايجابيه، يعني اتمنى الفوز مثلا هنا والتعادل في السنغال او الفوز ذهابا وايابا، هنشوف ان شاء الله هنعمل ايه. ولكن يعني عشان نتكلم طبعا على الامال دي اكيد لازم يكون في متابعه من الجهاز الفني اللي ما بيبخلش تماما باي متابعه، بنشوف كل المدربين الموجودين من اول كارلوس كيروش، الكابتن طبعا محمد شوقي، الكابتن ضياء السيد، الكابتن طبعا عصام الحضري، كل الموجودين، الكابتن وائل جمعه، في متابعه كبيره جدا للقوائم المحليه، اداء بعض اللاعبين ومتابعتهم طبعا في الدوريات المصريه، بالاضافه الى المحترفين، ايضا في متابعه للمحترفين بشكل كبير جدا. ولكن خليني اقول لحضراتكم بعض المعلومات اللي موجوده عن منتخبنا الوطني المصري، ان شاء الله المعسكر هيبدا يوم 20 مارس المقبل عشان نستعد لمباراتي الذهاب والعوده. كارلوس كيروش كان كمان طلب تاجيل بعض المباريات وتقديم بعض المباريات في الدوري عشان يقدر يشوف كم كبير من المباريات، فبالتالي يشوف عدد اكتر من الدقائق للاعبين اللي هو حاطط عينه عليهم، ده بالنسبه للاعبين المحليين. بالنسبه للاعبين المحترفين
المحترفين الباب مفتوح لكل لاعب محترف ان هو يكون متواجد، وان كان الاقرب طبعا محمد صلاح ومحمد النني ومصطفى محمد وتريزيجيه في الدوري التركي، وجود عمر مرموش، ما ننساش ان في كوكبه كبيره جدا من اللاعبين المصريين المحترفين في الدوري التركي زي احمد ياسر ريان وكوكا. الحقيقه كل المتابعه دي للمحترفين نتمنى ان شاء الله انها تفرز لنا كل اللاعبين اللي يكونوا قادرين على تمثيل منتخبنا في ال 180 دقيقه دول. بالنسبه للمحترفين ان شاء الله يتم تجميعهم واستقدامهم لمنتخب مصر يوم 21 مارس، فبالتالي معسكر يوم 20 باللاعبين المحليين، اللاعبين المحترفين بينضموا يوم 21 مارس. في النهايه بنامل التوفيق لمنتخبنا المصري في هاتين المباراتين، ان شاء الله يكونوا وشهم حلو ونشوف منتخب مصر للمره الثانيه على التوالي في بطوله كاس العالم.